وعن هذا الخلاف ينضم إلينا من شمال القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، كيف ممكن التعبير عن هذا الخلاف الحقيقي الآن بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، خصوصا انعكاساته على معركة رفح أو دخول رفح كما هو متوقع؟ يعني رفح جزء من المشهد ماجد، المشهد الذي يريده بنيامين نتنياهو ضبابيا فضفاضا، يريد للحرب أن تبقى من دون أن يكون لها أي معالجة سياسية أو أي أفق سياسي يعني يمكن أن يبنى على ما يقال عنه في إسرائيل بمنجزات الحرب. وبالتالي اليوم كبريات الصحف الإسرائيلية كموقع ولا يدعو تحرنوت يتحدثون عن تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة واضطرار الجيش الإسرائيلي للعودة والقتال في مناطق كان قد أعلن بأنها نظيفة من مقاتلي حركة حماس كجباليا وحي الزيتون. والآن رفح هي جزء من هذا المشهد التخبطي لبنيامين نتنياهو الذي يعني يسعى من خلاله إلى إبقاء حالة الحرب في قطاع غزة من دون أن يكون هناك أي أفق سياسي. رفح أيضا كان هناك نقاش استراتيجي بين جالانت وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين بعيدا عن بنيامين نتنياهو الذي لا يريد أن يكون هناك استراتيجية حل في قطاع غزة، وهذا أثار مواجهة حادة بين بنيامين نتنياهو وجالانت. أنا أعتقد وأتوقع ماجد بأن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقالات. يورام حامو شخصية كبيرة في مجلس الأمن القومي وهو مسؤول دائرة رسم الاستراتيجيات في هذه في المجلس، واستقال قفز كما ذكرتم من سفينة بنيامين نتنياهو التي قفز قبلها كبار من المسؤولين العسكريين، وهذا بسبب عدم يعني توقيع بنيامين نتنياهو على معالجة حل سياسي للوضع، على تقديم يعني تنازلات في إطار المفاوضات لكي يكون هناك انفراجة في موضوع الحل السياسي ومن يحكم قطاع غزة. قضية أهداف الحرب وضعها بنيامين نتنياهو ماجد، لكنه في المقابل لا يريد أن يتحدث عن اليوم التالي للحرب، من سيحكم في قطاع غزة، وبالتالي الجيش يقول بأنه في خطر شديد، المناطق التي ينظفها وينتقل إلى مناطق أخرى تعاود حركة حماس ومقاتليها التموضع فيها وبناء قوتها كما جرى في شمال قطاع غزة، كما يجري الآن وعودة العملية إلى جباليا وحي الزيتون في مدينة غزة. وبالتالي اليوم بنيامين نتنياهو تضيق حلقات الضغط عليه بشكل كبير من المستوى العسكري من كبار المسؤولين في المستوى العسكري. نعم. ما تم الحديث عنه ماجد عن خطة ما بعد الحرب التي تم الإعلان عنها هي خطة مرة أخرى فضفاضة يتحدث فيها عن حكم عسكري كنموذج الضفة الغربية، ولكن من يدفع فاتورة ذلك يريد العرب أن تدفع فاتورة ذلك، وهذا مرفوض بالنسبة للسداسية العربية ومرفوض بالنسبة للعرب الذين يريدون للقضية الفلسطينية أن تحل من منظور أفق سياسي وتفاوضي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. من شمال القدس مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك فراس.